السلام عليكم خوتي، تتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بعد غياب طويل ترجعوا، مده ديال اسبوع غبنا ترجعوا، لان هذه المده ديال الاسبوع ما كانتش فيها شي حاجه جديده. كانت حاجه واحده اللي هي الخرجه ديال الرئيس المؤقت عادل هذا، والمترشح الوحيد اللي للمكتب باش يترأس فريق الرجاء الرياضي. ما خرجناش لان كانوا بزاف ديال الاشاعات، ما يمكنش حنا نخرجوا نبقاو نكذبوا هذا ونقولوا تبعوا هذا وما تبعوش هذا وهذه راه اشاعه، ما يمكنش. اليوم جينا ندويو ونقولوا الخلاصه ديال اي واحد خصو يعرف شنو اللي كاين في فريق الرجاء الرياضي. حاليا فريق الرجاء الرياضي بقات لها تقريبا واحد 30 حتى 24 ساعه خصو يحيدوا من المنع. بزاف منكم سمعوا الابراهيم البارح شنو قال. الناس اللي متبعيني راه عارفين ان الهضره اللي قال البارح تقريبا قلت داكشي اللي قال ابراهيم قلته في هذا الفيديو هذا. وشوفوا لاطات امتى تلا هذا الفيديو على الموضوع ديال المنخرطين، لان عندنا منخرطين في فريق الرجاء الرياضي. قبل ما نمشي لكم المنع ولا الانتدابات ندير واحد نحل واحد القوس. كيف قلت شحال هذه وقلت في لي لايف بزاف ديال لي لايف، تنقول لكم على ان راه مزيان نعرفوا هادشي، راه مزيان نعرفوا هادشي، مزيان انت وانا والاخر وحتى كلشي يعرف، باش ملي الجمهور حيت قوه ديال فريق الرجاء الرياضي فين كاين؟ كاين في الجمهور. ملي كلشي غادي يعرف ويتاكد على ان هذوك بعض المنخرطين وهما اللي تعرقلوا الرجاء من ناحيه اش يعرقلوا الرجاء. اي مسير او اي واحد في المكتب ناجح او اي رئيس عنده الفلوس غادي ينجح الرجاء وغيوقف الرجاء، تيخرجوا ليه في عوده، تيخرجوا ليه من الجن، حيت هما ما باغيينش الرجاء تكون بخير ولا خير. اذا كانت الرجاء بخير ولا خير هذوك الناس ما بقاوش غيستافدوا من الرجاء حتى وزا. هادشي علاش ندويو وتنعاود ندوي وتنفيكس على هاد بعض المنخرطين، لان بعض المنخرطين هما اللي خارجين على الرجاء. كاينين بزاف ديال المستثمرين، كاينين بزاف ديال الناس لاباس عليهم رجاويين باغيين، ماشي باغيين، ما بقاوش باغيين يدخلوا الرجاء، لان تيقول لك انا ما يمكنش لي ندخل مع هاد الناس هادو، ما يمكنش لي نحط فلوسي ونستثمرهم مع هاد الناس هادو، لان هاد الناس هادو غيفشلوني. وهادشي راه قلتو شحال هادي في هذاك الفيديو اللي وريتكم في البدايه ديال الحلقه. هادشي خاصنا نعرفوه كاملين، حيت كاين بزاف ما عارفش هادشي، ولا عرفنا حنا هادشي كاملين واحد النهار غادي تكون واحد الثوره جماهيريه، لان قوه الرجاء وقوه ديال هذا الفريق هذا الغالي هو الجمهور ديالو. راه الجمهور الا ما بغاش شي رئيس راه ما تيبقاش هذاك الرئيس. علاش؟ لان قوه ديال الجمهور، القوه ديال النادي هو الجمهور. راه البدراوي البدراوي ترى واحد البدراوي واحد موسي واحد واحد الرئيس ترأس ما عندوش تجربه في الرئاسه، عنده فلوس وعنده كلشي ولكن ما عندوش، واخا دار لنا ديك القضيه الصينيه الرجاء عنوها الى اخره، راه داكشي دارو حتى عارف شنو كاين. وخروج في بزاف ديال المنابر الصحفيه وقال باللي كاين لوبي داخل الرجاء. عندك يجيبك الله الرئيس راه بوحدو هو اللي تيتحكم في دواليب الرجاء، راه كاين امور كثيره، كاين واحد اللوبي، واحد المجموعه ديال الناس اللي هذوك اللي كانوا وسط الرجاء بيان سور. ما كنعرفو ما كيعرفوهمش؟ لا كاين اللي كيعرفهم، كاين اللي ما تيعرفش دورهم، هادو هما اللي كيتحكموا طلع رئيس هبط رئيس ويستفيدون، هما كياكلوا من هذه القضيه. هادو لوبيات وسط الرجاء كاينين، وسط الرجاء كاينين. انا مشي راه ماشي الرئيس اللي تيسير، راه كاينين واحد الناس حتى هما اللي تيسيروا. وهاد الهضره خصنا ناخذوها بعين الاعتبار. اللي بغيت نوضح لكم الشباب، اللي بغيت نقول لكم على ان احنا كاملين خصنا نعرفوا، خاص اي هذا الميساج خصو يتبارطاجا. ما تنقولش لك انا بارطاجي لي فيديو ديالي، لا غير حاول انت تكتب شي باج كتب، اما لو بغيتي تبارطاجي الفيديو ديالي بارطاجي، انا ما غنحبسكش. ولكن راه هادوك المنخرطين اللي كاينين راه خاصهم يحيدوا. وهذه رساله لابراهيمي، عبد الاله الابراهيمي، رساله اللي هي انا نتمناها توصلك من مورا الجمع العام اللي غادي يكون في تاريخ 12. الا كانت عندك الجراه ديال بصح انا عارف انت راه جاوبت تبغي الراجل جات موش على الراجل، ولكن خصك تقول لنا هاد الاسماء، خصك تحطهم بحال هكا فاصا فاصا، حيت حنا كجمهور اللي تنعرفوا شنو كاين وتنشوفوا بالمنطق وتنشوفوا بهذيك العقلانيه، عارفين على ان كاينين هاد الناس. والناس اللي تتبعوني في هاد الصفحه هادي في هاد لاباج ديال الرجاء الشعب، بشحال من مره درت لايف، بشحال من مره درت فيديو تنقول لكم هاد الهضره، ما يمكنش. راه تورقات وليت بحك الي روتور، تورقات وليت دير البطوله، فرق اخرين غادي يجيو غادي يوليو هما ينافسوك، والرجاء غتبقى تهمس بشويه بشويه. السبب شكون؟ هما المنخرطين، بعض المنخرطين. والهضره ديالي اللي قلت لكم قبل اكدها الابراهيمي البارح في الخرجه ديالو في انفو سبور، هذا قوس حليناه باش نعرفوا الرجاء شكون اللي تيسيرها، الرجاء شكون اللي عادل هذا
واخا ماشي ديك الشخصيه اللي واو اللي تنتمناوها حنا كاملين وكذا، ولكن راه رجاوي، راه تيموت على الرجاء، راه عارف الصغير والكبير في الرجاء، عارف كيفاش يسير الرجاء، راه هو كان راه بودريقه راه مسير اللي انا تنقول اللي هو رقم واحد في التسيير ديالو في مجال كره القدم. راه ماشي غادي يجي وغادي يحط لك النائب ديالو هو عادل هاله، الا هو كان قالها، قال بلي انايا ما غنقدر نجلس معكم عام ولا عامين، قالها قبل ما يطرح. فاش كان تيترشح، فاش كان دار هذا، كان هو وكان حسبان، كان كل واحد يخرج من المنبر باش يسوق المشروع ديالو، كان قالها، قال بلي انا عام ولا عامين، بحال هو عارف شنو كاين، عارف شكون شنو غادي يجي من بعد، وماشي جا حط لك شي واحد اخر هو نائب الرئيس، حط لك عادل هاله هو نائب الرئيس. علاش؟ انا عارف هو شنو تيدير، لانه مسير عنده تجربه في التسيير في الرجاء وفي الجامعه وفي السياسه وفي بزاف ديال الامور، عنده تجربه في التسيير، ماشي غيجي غيحط لك نائب الرئيس هو عادل هاله. وعادل هاله بقى مستمر ودابا هو المترشح الوحيد، وانايا منطقيا خصنا نكملوا في هاد المشروع اللي هو تصحيح المسار اللي دينا به دوبلي واللي ماشي ساهل، وخاصنا نكملوا في هاد تصحيح المسار باش راه المنع اللي كاين دابا راه ما عمرها كان هذا القانون، اول مره كاين هذا القانون. كل ما كانش هذا القانون وكانت بقات هذيك القضيه ديال بحال الاعوام اللي فاتت، كل دابا حاليا تشوف المكتب ديال عادل هاله وتشوف شي اربعه ولا خمسه ولا سته اخرين حتى هما باغيين يترشحوا، باغيين يشدوا الرئاسه ديال فريق الرجاء الرياضي، ولكن ما يقدروش، كاين 4 مليار ونص ما يقدروش عليها، صعيبه عليهم، صعيب يسيروها. راه فاش كان ما كانش القانون درت تشوف راه الحرب والقتال، شكون اللي غادي يكون رئيس؟ هذا جامع 40 منخرط، هذا جامع 30، الاخر باغي يدخل معاه ما عرفت شحال، واش فهمتوني؟ وهذا الشيء كامل الى عاودتوا الفقره اللي كندوى فيها على المنخرطين، الى ابراهيمي فاش دوى على المنخرطين، سمعوا وعرفوا شنو باغي يوصل لك الرجاء. وهذه رساله عاوتاني لعادل هاله، الى ترأسي حاول تنقي مكان المحيط ديالك، ما تخلي حتى واحد يغلبك اصاحبي، انت راه عارف شنو كاين، راه دزتي في لي باج، عارف فيسبوك كيفاش داير، راك تي في ديما رجاء، عندك صفحه انت والناس اللي كانوا معاك، عارفين الصفحات، عارفين الضغط ديال الصفحات، هذه القضيه دي حيدناها، لانه واخا تشوفوا هذوك تضغطوا على هاله وكذا ما يتسوقش لهم، اللي هو عارف شنو كاين. انا مش ندافعش على عادل هاله، ولكن عادل هاله باغي يخدم، عادل هاله باغي يحيد لك المنع اللي ما عمرو كان، اللي كانت 4 مليار ونص، حاليا كاينه مليار و200 مليون، خاصها تحيد يا دابا يا اليوم، دابا يا غدا، بعد غدا ما كايناش خدمه، بعد غدا صافي سالا تسد كل شيء، يعني يا اليوم يا غدا خصو تحيد المنع. الا ما تحيدش المنع، دابا اوتوماتيكمون دزنا الموضوع ديال المنع، الا ما تحيدش المنع ما غاديش تكونفوكاو اللعابه، واللعابه على ما قال ابراهيمي، عبد الاله الابراهيمي، ان في العقد ديالو مكتوبه، كاين واحد البنت صغير في العقد مكتوبه لهم على ان الا ما حيدناش المنع ما تسالونا ما نسالوكم، ما غاديش تخلصوا. سولوا الصحفي سميتو، المهم سولوا الصحفي، قال ليه ولا تسد الماركاتو كيفاش غادي، قال ليه حنا عارفين امتى غادي، الا ما تخلصش المنع امتى نفسخوا معاهم باش يمشيو للفرق اخرى، هذا مشكل كبير. ولا ما تحيدش المنع، اذا عادل هاله ما توفقش ما قدرش، اذا ما قدرتيش وما قدرتيش تجيب هذيك السيوله الماليه اللي غتحيد بها المنع، لان عندك بزاف ديال الحوايج تقدر تجيب بها السيوله الماليه باش تحيد من المنع، تكون كل اللعابه باش يلعبوا تشامبيونز ليغ ويلعبوا معاك، الا ما قدرتيش دير هذا الشيء هذا، اذا انت واحد الرئيس ما تقدرش على الرجاء. باش ما تقوليش انا معاه ولا ضده، انا تندوي على الراس، تندوي على اللوبو، انا ما عندي حتى شي واحد سوق. هاد الهضره هادي تنحنوا بها فريق الرجاء الرياضي. الا ما حيدتيش المنع يعني انت ما تقدرش على الرجاء، حيدتي المنع تسمى درتي انجاز كبير، لان هاد القضيه ديال المنع عمرها كانت، هادي اول مره، و4 مليار ونص اللي غتحسب ليك، غتحسب ليك نتايا على انك حيدتي المنع، كونفوكوتي اللعابه وغادي تكمل الطريق ديالك في المشروع ديال المكتب كامل اللي هو تصحيح المسار اللي بدا به محمد بودريقه، وغتكملو انت
حنا عارفين اللعب الجاي ما عندناش ساهل، عندنا تشامبيونز ليغ، عندنا كاس العرش، عندنا البطوله. بالنسبه للمهاجمين كاينين جوج ديال المهاجمين تيصفعوا مع فريق الرجاء الرياضي، كاين مهاجم افريقي ومهاجم مغربي، وكاين مهاجم اخر اللي الرجاء بغات تجيبو اللي هو ديال العين الاماراتي بريطي مع احقيه الشراء. هاد القضيه تيتفاوضوا فيها ما بين المكتب ديال الرجاء والعين مع احقيه الشراء، ولكن الا ما بغاوش يديروا معهم احقيه الشراء ما تنظنش ان الرجاء غادي تجيب هاد اللاعب، وإلا جابته يعني هي راه رابحه فيه واخا يكون غير بريطي، هذاك البريطي الناشف، اذا هو غادي يجي العين غتكلف ليه بالمنح ديالو، غتكلف ليه بالمسائل ديالو، الرجاء خصها تكلف ليه غير بالجو ديالو والسكن، يعني توفر ليه واحد البيئه اللي هي مزيانه. بالنسبه للمدافعين الرجاء تيتفاوضوا مع المدافع، بالنسبه للعنيبه الفرقه ديالو مبغاتش تحط في البند مع احقيه الشراء، بغاتو يمشي بريطي وفاش يسالي العام ديالو يرجع للمهجر ديال الفرقه اللي تيلعب فيها، وبلوس دو سا الرجاء تخلصوا في هذاك العام، الرجاء تكلف ليه بكل شيء. فهمتوني؟ حنا الرجاء ما عندهاش هذاك الجهد اللي غادي دير هذا الشيء هذا، ان من هنا لشهر 12 راه كاين ليتيج، كاين ليتيج اخرى تقريبا واحد المليار ونص، كاين لعاب اخرين غادي يطيحوا في شهر 12 في الانتقالات الشتويه، وخصك حتى هذه القضيه تجيريها، ولا ما جيريتيهاش غادي يتعرم عليك هادشي كامل في الصيف، وبحال هادشي حاجه ما درتيها ترجع من الاول، غادي تشوف تلقى عاوتاني واحد 4 مليار اخر عاوتاني. واش انت مستعد تكون هو الرئيس اللي في بلاصه عادل هاله اللي هو عايش هادشي هذا وخدا تجربه من هادشي هذا وهو قريب يحيد المنع الى حيدو، وكاين تنشوف بزاف ديال الصفحات الفيسبوكيه تيحاربوا فيه تيقول لك انت ادمين انت غادير انت غفعل. راه بوطريقه راه ما جاش وحطوا نائب رئيس، ياك انت كنتي تدافع على بوطريقه راه ما جاش وحطوا نائب رئيس، راه حطوا نائب رئيس حيت عارفو هو عارفو احسن منك انت اللي عندك هذيك الصفحه وتاتاكي فيه الى اخره. هاد الضغط هذا اللي تيديروا الصفحات بعض الصفحات الفيسبوكيه هو ضغط قديم، مش حاله دي حنا تنشوفو. كاينين بزاف ديال الرؤساء تشدوا هذاك الضغط ومشاو، نقدروا نتسبوا شي هذا المنع اللي كاين عندنا دابا اللي هو قديم، كاين واحد الجزء بسيط ديال الضغط الفيسبوكي من هذوك الصفحات حتى هما مشاركين في هذه الازمه اللي حنا فيها دابا، ولكن هادي الهلال ما غيتشدش. علاش؟ لانه هو دايز في هاد المرة، عنده هاد العقليه ديال الفيسبوك، يدخلها من هنا ويخرج من هنا. وهذوك المنخرطين اللي قلت لكم في الاول على انه لوب مرتزقه اللي كاينين داخل فريق الرجاء الرياضي اللي تيعركلوا اي راه ابراهيميه، راه هو سبابه دابا ابراهيميه ما عمره ما صافي قال لا انسحب، ما بقاش باغي يشد شي منصب، باغي يبقى منخرط ومشجع. والابراهيم حنا كاملين تنعرفوا على انه هو واحد المنخرط او واحد المسير كان تيسير مع المكتب اللي كان قبل، كان تيبغي الرجاء وكان تيتحارب مع الرجاء وباقي لحد الان تيتحارب مع الرجاء ناجح. هادوك اللوبيد هادوك المنخرطين اللي ما تيتسماوش هادوك دابا هما محاربين الى ابراهيمي باش يمشي بحال هادشي. البارح قالها فاس قال لكم انا مع هاد الناس خليت لهم مجال بغاو يجيو يسيروا. الخوت اللي ما مشاركش معنا في القناه يشارك، اللي ما دارش واحد اللايك يدير واحد اللايك، نتمنى خير من هنا لغدا مع 12 ديال الليل يتحيد المنع، ونتمنى تكون فوكاو هاد اللعابه هادو، وتنتمنى خير لعادل هاله لان صعيب الحال لا. بزاف ديال الناس تيخسروا الهضره كاع في الهايب، فهمتيني ديك اللعبه ديال انا عارف تبقى يدير بزاف ديال الناس يديروا فيها زعما راه عارفين زعما راه هما راه تيقولوا لهم الناس عارفين كذا، ما عرفناش هذوك الناس طلعوا في لي لايف اللي ضد مثلا هذا المكتب اللي هو اصلا تيضعف المكتب، يعني تضعف في الفرقه وغادي يدوي معاه يقول لك شي يقول لك انت مريقي غايقول لك بزاف ديال الامور، ما عرفناش واش هاد الناس هادو واش مع هادوك المنخرطين اللي ما تيتسماوش اللي هما اللي تيحرضوهم. تخربيق راه كلشي تدخل السكر تدخل السكر، راه واحد تيطلع في اللايف تيبقى راه كاين كدا تيبقى يعير وتيبقى يغوت وتيبقى يقول عرفتي تيقول. طورت في راسي لقيت وقيله هادوك المرتزقه اللي ما تيبغيوش الراجا تزيد القدام باش هما يبقاو ياكلوا ويغمسوا في الراجا، قلت ممكن هادوك الناس اللي تيديروا فيها منخرطين فريمون هما راه منخرطين، وقيله ما هادوك اللي تيديروا في اللايفات اللي تيبقاو يعيروا في الرئيس تيبقاو ممكن اللي ما باغيش الراجا تبقى ديما غادي القدام، ولكن هادشي تنقولوا لمصلحه الراجا. راه حتى واحد ما دار حمله انتخابيه باش يترأس نهار 12،
راه حيت كاينه 4 المليار ونص ما يقدر عليها حتى واحد. ونهار تحيد 4 المليار ونص ونهار غادي الراجا غتولي غيولي غتولي ستابل شويه وغتقاد الامور ديالها، غتولي تشوف سته ديال الناس غادي تيطرح تيترشحوا باش يوليو رؤساء ديال فريق الرجاء الرياضي، وغتشوف الصداع وغتشوف بنادم تيغوت وباغي يولي الرئيس وهذا باغي يولي مع المكتب وهذا. الراجا ما بقاش عندك 4 مليار عقلي على ظهري، قلت لكم عاوتاني انا قلت لكم هضره حتى ما كاين لا مونتاج لا والو، فيديو غادي نيشان. قلت لكم ذاك النهار غادي يدمو الخريطين. البارح الابراهيمي دوا في هذا الموضوع هذا منطقطق حتى السلام عليكم نفس هضري كنت نقول لكم، والناس اللي متبعيني في اللايفات راه ما عارفين شنو كاين، راه تنقول لكم شنو كاين. راه الراجا الا بقاو عندها هذوك بعض المنخرطين والله لا زادت قدام، راه غتجي توارقه وغتجي واتزم وغتجي رجاء ابن ملال وغتجي وداد فاس وغيجيو هاد الناس غيدخلوهم مستثمرين، حيت المغرب غادي في تطور، غادي في تطور. العصبة دارت هاد القانون باش ما يبقاش باش ما تبقاش باش ما يبقاش ليتيج، باش الفرق تولي شركات. وهادي هي السوسه ديال هادوك بعض المنخرطين، ما بغاوهاش تولي شركه. المهم خوت اللي ما دارش لايك يدير لايك، تنتمنى لكم الخير والتيسير. اي حاجه شفتوها فكروا بعقلكم، ما تفكروش بعقل شي واحد اخر. انا تندوي على بعض الناس، فكروا بعقلكم وحلوا الامور بالطريقه ديالكم، ما تسمعوا حتى شي واحد. شوف 4 مليار ونص، شوف الرئيس اللي كاين دابا، شوف الوضع، شوف علاش حتى واحد ما ترأس فريق الرجاء الرياضي، علاش ما داروش هذوك الحملات الانتخابيه في شوف تي في في هذا المنبر في هذا المنبر، علاش هذا بوحدو اللي كاين حاليا. حل مع راسك، ما تسمع حتى شي واحد، راه كل واحد راه كاينين الصفحات، راه هذيك الصفحه راه مع هذاك مع هذاك المنخرط تيقول لي راه خصنا نحيدو علينا هاد الهاله، راه ما يخلينا نديرو والو، راه ما يخلينا لا نترزقوا حتى شي حاجه. جبنا لي ذاك النهار العاب غير ناخذوا منه غير واحد 30 مليون ولا 20 مليون، راه تشوف راه قاطع عندنا الموضوع. ورجعوا الفيديوهات ديال البدراوي، رجعوا الفيديوهات ديال البدراوي مع انور الصحافي فاش بدا تيقول راه كاينين اللوبيات في سميتو هذيك الهضره، وقالها حتى في راديو مارس. هذيك الهضره مهمه، هذيك الهضره خصكم تسمعوا ليها وتعرفوها. ابار التسيير ديالو، حنا ما نشوفوش التسيير ديالو، حنا نشوفو داكشي اللي كان تيقول فاش كان باغي يمشي بحالاته. صافي قرر باش يمشي بحالاته وبدا تيدوي. ديك الهضره خصنا نسمعو ليها وناخذها بعين الاعتبار. وهادشي اللي كاين الخوت، اللي ما تابوناش تابونا، ديروا واحد لايك. مع السلامه وتحيه رجويه وديما رجاء، مع السلامه.